السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا جونيور 3؟ معاكم من قسم اللغة العربية ميس سلمى حامد، والفيديو تحت اشراف ميس أميمة عبد الحكيم. ان شاء الله يا جونيور 3 النهارده هنشتغل مع بعض مراجعة على المحور الاول. يلا بينا يا جونيور 3 كده نشوف اول سؤال. اول حاجة معايا هي القراءة، اول درس موجود عندي من قصة ادواتي الشخصية. تعالوا مع بعض نقرأ الفقرة. بتقولي ايه الفقرة؟ اغسل اسناني كل صباح ومساء حتى لا تسوس. منشفتي مهمة بالتأكيد، فالافضل ان يستخدم كل واحد منشفته للوقاية من الامراض ومنعا للعدوى. طيب تعالوا مع بعض نشوف الاستخراجات. اول حاجة بيقولي استخرج، هستخرج ايه يا ميس؟ هستخرج تنوينا او كلمة بها تنوين. طب تعالوا ندور مع بعض في الفقرة فوق، ايه هي الكلمات اللي محطوط عليها تنوين او المحطوط فيها تنوين؟ بص كده في اول سطر عندي كلمتين اللي هما ايه وايه. عندي كلمة صباح، عندي كلمة ايه؟ صباح. بس كده؟ لا، عندي كمان الكلمة اللي جنبيها كلمة ايه؟ مساء. ان طب انا لو خدت في الاستخراج كلمة صباح هيبقى نوع التنوين هنا ايه؟ او نوع التنوين ايه؟ ده تنوين بالكسر، تنوين بالكسر. يبقى انا عندي الكلمة اللي فيها تنوين كلمة صباح، ونوع التنوين هنا تنوين بالكسر. الاستخراج التاني عايز ياء ملكية. ياء ملكية يعني الحاجة دي تبقى بتاعتي انا. طب تعالى برضو ندور على كلمة بها ياء ملكية. ها فكر كده فيها، هتلاقيها في اول سطر. عندي كلمة اسناني، اسناني اخرها ياء ملكية، بتقولي ان الاسنان دي اسناني انا، بتاعتي انا. خلاص الاستخراج اللي بعده عايز علامة ترقيم. لو بصينا كده في الفقرة هنلاقي كذا علامة ترقيم. زي ايه كده؟ زي الفصلة المنقوطة اللي هي عندك في اول سطر وفي تاني سطر برضو موجودة، وممكن برضو احط النقطة اللي موجودة في اخر الفقرة خالص. طيب تعالوا مع بعض نشوف يا جونيور 3 السؤال التاني. بيقولي هات ما يلي مرادف الوقاية. الوقاية كان معناها ايه في الدرس يا جونيور 3؟ كان معناها الحماية، يبقى مرادف الوقاية الحماية. مضاد صباح، ها عكس صباح ايه؟ كانت موجودة في الفقرة برضو، عكس صباح مساء. بعد كده بيقولي جمع فرشاة. جمع فرشاة، فكر فيها، فرش، برافو عليك. طيب ويا ترى مفرد الامراض؟ مفرد الامراض المرض. بعد كده عندي سؤال رقم 3 بيقول لي اجب. اول سؤال في اجب بيقول لي لماذا يجب ان يستخدم كل واحد منشفته؟ ليه كل واحد لازم يكون عنده المنشفه الخاصه بيه هو؟ تعالوا كده نشوف الاجابه. بيقول لي للوقايه من الامراض ومنعا للعدوى. يا ميس انا لازم يكون عندي المنشفه الخاصه بيا علشان احمي نفسي من الامراض، وعلشان لو حد عنده مرض ما يعديش اي حد ايه تاني يستخدم المنشفه بتاعته. السؤال التاني في اجب بيقول لي ماذا وضعت هند في الحقيبه يخص البحر؟ هند وضعت اشياء في الحقيبه كانت خاصه بالبحر، يا ترى ايه هي؟ قال لي القليل من ادوات اللعب وبعض الملابس. السؤال اللي بعده هو سؤال من القرائية. تعالى كده نشوف السؤال. بيقول لي اكمل شبكة المفردات. طبعا شبكة المفردات بيكون عندي كلمة في الشبكة ولازم اجيب كلمات متعلقة بها. الادوات الشخصية، ايه هي الادوات الشخصية اللي انا بستخدمها لوحدي وما ينفعش حد يشاركني في استخدامها؟ اخدناها برضو في الدرس جونيور 3. ها انا عندي المنشفة، لازم تكون ليا منشفة ليا لوحدي. عندي كمان قصافة الاظافر، وعندي كمان الفرشاة، سواء طبعا كانت فرشاة الشعر او فرشاة الاسنان لازم برضو تكون خاصة بيا. وكمان عندي رباط الشعر. تعالوا مع بعض نشوف الجزء الثاني من القراءة. بيقولي من قصة انا قوي. تعالوا نقرأ الفقرة. وبعد انتهاء العمل تم وضع المجلة على الحائط واجتمع الطلاب لقراءتها، وبعد فترة لاحظ أنس التزام بعض زملائه بحضور التمرينات الرياضية.
عايزني استخرج من الفقرة اسما؟ تعالى نستخرج اسم. طبعا انا لما اجي استخرج من الفقرة اسم اكيد هلاقي اسماء كتير. طيب تعالى نشوف كده الاسم اللي انا استخرجته. انا عندي العمل ده اسم عشان اولها الف ولام. هل في كلمات تانية اسم يا ميس؟ طبعا عندي كلمة المجلة وكلمة الحائط، كلمة الطلاب، عندي كمان كلمة فترة انس، عندي كمان كلمة التمرينات الرياضية. كل دي ممكن احطها في الايه؟ في الاسم. تاني استخراج عندي هو الفعل. بص كده الفعل اللي انا استخرجته اجتمع. اجتمع، هل في افعال تانية يا ميس موجودة؟ قال لي في افعال تانية. زي ايه؟ قال لي بص عندك في السطر التاني كده عندي كلمة لاحظة. لاحظة، خلاص. طيب هل عندي كلمات تانية موجودة؟ هما الاتنين دول. طب بص معايا كده، الفعل اجتمع ده نوعه ايه يا جونيور 3؟ هل هو فعل ماضي ولا مضارع ولا امر؟ ده فعل ماضي. فعل ايه؟ ماضي. يبقى انا عندي اجتمع فعل ماضي. طب لو استخرجت ميس لاحظة هقول برضو نوع الفعل ايه؟ قال لي نوع الفعل هنا برضو فعل ماضي. لاحظة فعل ايه؟ ماضي. الاستخراج اللي بعده عايز مد ونوعه. طيب بص كده الكلمة اللي انا استخرجتها فيها مد. طبعا انا عندي كلمات كتيرة جدا، بس تعالى نشتغل على الكلمة اللي معانا. الكلمة اللي معانا هي كلمة التمرينات. كلمة التمرينات فيها مدين يا جونيور 3، اللي هو ايه؟ مد بالايه ومد بالايه؟ انا عندي اول مد بالياء اللي هو ايه؟ بعد الراء، خلاص. والمد التاني مد بالالف اللي هو بعد النون. يبقى التمرينات فيها مدين، مد بالياء ومد بالالف. طب ميس في كلمات تانية فيها مد؟ عندي في اول سطر كلمة انتهاء، وطبعا نوع المد هنا مد بالالف. عندي كلمة الحائط برضو نوع المد مد بالالف. الطلاب مد بالالف. لقراءتها مد بالالف. لاحظة برضو نفس الكلام. التزام برضو مد بالالف نفس الكلام. زملائه مد بالالف. عندي بقى كلمة حضور او بحضور، ده مد بالايه جونيور 3؟ مد بالواو. وعندي كلمة الرياضية دي فيها مد واحد بس خلي بالك، اللي هو مد بالايه؟ بالالف. السؤال اللي بعده جونيور 3 بيقول لي هات ما يلي. عايز مرادف التزام. معنى التزام ايه؟ معنى التزام حرص. مضاد حضور عكس حضور ايه؟ عكس حضور غياب. طيب مفرد التمرينات التمرين، وجمع المجلة المجلات. السؤال اللي بعده اجب بيقولي ماذا فعل الزملاء بعد عرض الفكرة؟ بعد ما انس عرض الفكرة على زملائه هي عملوا ايه الزملاء؟ بيقولي طبعا تحمسوا وبدأت كل مجموعة في جمع المعلومات. طبعا تحمسوا للفكرة وبدأت كل مجموعة تجمع معلومات عن ايه؟ عن الرياضة اللي هي اختارتها. السؤال التاني من اجب بيقول لي ماذا لاحظ انس بعد فترة؟ بعد فترة من وضع المجلة على الحائط في المدرسة انس لاحظ ايه؟ قال لي لاحظ التزام بعض زملائه بحضور التمرينات الرياضية. بعد ما قرأوا عن الرياضات وانواعها وفوائدها في المجلة على الحائط، بدأ بعض زملائه يلتزمون بحضور التمرينات الرياضية. تعال نشوف سؤال حلل. بيقول لي حلل الى مقاطع صوتية. قبل ما تحل سؤال حلل لازم تفتكر ان المد مع الممدود، الساكن مع اللي قبله، المتحرك يقف لوحده، وفك الشدة حرفين اخوات، الاول ساكن التاني متحرك بحركة الشدة. طيب اول كلمة عندي كلمة انتظام. طيب لازم ابص على الحرف اشوفه ساكن ولا متحرك واشوف لو في مد او مفيش. عندي الالف وبعديها ساكن اللي هو النون، خلاص. يبقى الالف والنون هيقفوا مع بعض عشان الساكن مع اللي قبله ان. طيب التاء حرف متحرك ومفيش بعديه ولا سكون ولا مد، يبقى هتقف لوحدها التاء لوحدها. طيب الظاء حرف متحرك وبعديه مد بالالف، يبقى المد مع الممدود، الظاء مع مد الالف.
وفي الاخر خالص حرف الميم حرف متحرك هيقف لوحده. يبقى انا عندي ان تي ضا مي، ان تي ضا مي. تعالى كده على الكلمة التانية، كلمة التمرينات، التمرينات. طيب بص كده، عندي كلمة التمرينات فيها ألف ولام. أول ما أشوف ألف ولام في أول الكلمة لازم أحطهم مع بعض. أبص على الحرف اللي بعديها، ده فيه شدة، الشدة بفكها، حرفين إخوات، الأول ساكن، وأنا قلت لك الساكن مع اللي قبله، يبقى التاء الأولانية الساكنة هتقف مع الألف واللام أت. طيب التاء التانية متحركة، وأنا قلت لك المتحرك ماله، لازم أبص على اللي بعده الاول. التاء التانية بعديها ميم ساكنة، والساكن مع اللي قبله، يبقى التاء مع الميم. طيب حرف الراء بعديه مد، والمد مع الممدود، يبقى الراء والياء مع بعض. حرف النون المتحرك بعديه برضو مد بالالف، يبقى النون ومد الالف مع بعض. وفي الاخر خالص حرف التاء متحرك هيقف لوحده، يبقى ات تم ري ن تو. معايا ثانيا من نشيد صحتنا سر سعادتنا. معايا ابيات من النشيد وعايزني اكمل مكان النقط. بيقول لي اكمل الناقص من النشيد، وصحيح نقط هو الاقوى، ونظيف الوجه هو نقط، فاحفظ اثوابك نقط، في الملعب كنت أو نقط، نقط كنز ذهبي فاحفظه لكي نقط أفضل. تعالوا كده نكمل مع بعض النشيد. وصحيح إيه يا ترى؟ وصحيح الجسم هو الأقوى، ونظيف الوجه هو إيه؟ هو الأجمل، فاحفظ أثوابك طاهرة، في الملعب كنت أو المحفل. ها ايه هو اللي كنز ذهبي؟ صحتك، صحتك كنز ذهبي، فاحفظه لكي لكي تحيا افضل. تعالوا نقول الابيات كلها مع بعض. وصحيح الجسم هو الاقوى، ونظيف الوجه هو الاجمل، فاحفظ اثوابك طاهرة، في الملعب كنت او المحفل، صحتك كنز ذهبي فاحفظه لكي تحيا افضل. السؤال الثاني بيقول لي استخرج، هستخرج من الابيات. اول حاجه فعل امر، يلا كده بينا مع بعض نستخرج فعل امر. هي هل البيت الاول فيه فعل امر؟ لا مرفوش. تعال نبص على البيت الثاني كده، عندي كلمه ايه؟ احفظ، يبقى فعل امر احفظ. عايزني استخرج ضمير غائب. تعالى كده نبص على البيت الاول، هل في ضمير غائب؟ عندي هو ضمير غائب. عايزني استخرج من الابيات تنوين. ها عندي في اخر بيت خالص كلمتين اللي هما ايه؟ كنز، وعندي كمان كلمة ايه؟ ذهبي. طيب وعايزني استخرج الف لينة، تعالوا كده نشوف كلمة بيها ألف لينة أو آخرها ألف لينة. عندي في البيت الأول كلمة الأقوى، فيها في الآخر ألف لينة. بعد كده بيقول لي هات ما يلي، مرادف صحيح. ها معنى صحيح إيه؟ معنى صحيح سليم. مضاد طاهرة، مضاد طاهرة كان ليها مضادين أو عكسين اللي هما إيه؟ متسخة أو قذرة. مفرد أثواب، مفرد أثواب ثوب. طب وجمع كنز، جمع كنز كنوز. أجب، أول سؤال في أجب بيقولي متى تكون الأقوى؟ إمتى أكون الأقوى جونيور 3؟ ها قال لي عندما أكون صحيح الجسم. خلاص لو جسمي سليم أنا هكون الإيه؟ الأقوى. السؤال التاني، لماذا يجب الحفاظ على الصحة؟ ليه لازم أحافظ على صحتي؟ قال لي لأنها كنز ذهبي ولكي نحيا إيه؟ أفضل. تعالوا نشوف أسئلة القرائية.
أول سؤال أكمل عائلة الكلمة. عندي أول كلمة كلمة احفظ. طيب في عائلة الكلمة أنا بجيب كلمات جديدة فيها الحروف اللي موجودة عندي في الكلمة الأصلية. طيب لو أنا حبيت من كلمة احفظ أجيب اسم، هيكون إيه؟ عندي الحفاظ، خلاص هو ده الاسم من كلمة إيه؟ احفظ. طب الإنسان اللي بيحافظ على الحاجة بقول عليه إيه؟ محافظ. طيب الحاجة اللي بحافظ عليها بقول عليها إيه؟ محفوظ. طيب كل دي أسماء يا ميس، ينفع أجيب أفعال؟ أه ينفع. أنا قلت لك قبل كده أو عرفنا قبل كده إن إحنا ينفع نحط حرف من الحروف الأربعة، الألف والياء والنون والتاء. طب أنا عندي الألف موجودة، أشيلها وأحط الياء تبقى يحفظ، أحط النون تبقى نحفظ، أحط التاء تبقى تحفظ. خلاص؟ طيب بص على الكلمة التانية نظيف. لو حبينا نجيب من نظيف اسم هتكون ايه؟ الحاجة اللي انا بعملها اسمها ايه؟ النظافة. طيب تعال نشوف الكلمة اللي بعديها منظف. اه دي الحاجة اللي انا بنظف بيها اسمها ايه؟ منظف. طيب ينفع يا ميس اجيب فعل؟ اه ينفع اقول ينظف. طب حطينا النون وحطينا الياء، لسه فاضل حرفين اللي هما الالف والتاء، يبقى ينفع اقول كمان انظف وينفع اقول تنظف. السؤال اللي بعده بيقول لي هات كلمات على نفس الوزن. طبعا في كلمات على نفس الوزن انا عندي كلمة افضل، هجيب كلمة نفس عدد الحروف ونفس التشكيل واحاول احافظ على الحرف الاخير. طيب يا ترى ايه كلمات على نفس كلمة او على نفس وزن كلمة افضل؟ كان عندي في النشيد اجمل، وعندي كمان كلمة اسهل، وعندي كمان كلمة اكمل. خلاص؟ طيب تعال نشوف الكلمة التانية كلمة نظيف. يا ترى ايه كلمات على نفس وزن نظيف؟ هيا فكر كده معايا. خلي بالك عندي مد بالياء، زيها كلمة خفيف، كمان كلمة كثيف، كثيف يعني كتير. خلاص؟ وعندي كمان كلمة خريف. عندي ثالثا من درس أصغر سباحة. تعالوا مع بعض نقرأ الفقرة. التحقت آية بالمنتخب المصري للسباحة لذوي الإرادة عام 2014 ميلاديا، وناضلت لتشارك في بطولات عالمية لتكون أول سباحة مصرية وعربية تشارك في بطولة الألعاب الأولمبية، وعمرها لم يتجاوز 16 عاما. تعالوا نستخرج مع بعض من الفقرة. أول حاجة هستخرج كلمة بها هاء ضمير. هاء الضمير بتكون موجودة في آخر الكلمة. لو بصينا على السطر الأخير في الفقرة هنلاقي كلمة عمرها، كلمة آخرها هاء ضمير. هنستخرج مع بعض فعل من الفقرة. عندي في أول الفقرة خالص كلمة إيه؟ التحقت، ده فعل. هل في أفعال تانية؟ عندي برضو في السطر التاني كلمة ناضلت وكلمة إيه؟ تشارك. بيقولي بعد كده استخرج جار ومجرور. الجار ده اللي هو حرف الجر. تعالوا مع بعض نستخرج حرف جر. بص كده معايا في السطر الثالث عندي حرف الجر في. طب ايه المجرور ده؟ المجرور ده اللي هو الاسم اللي جاي بعد حرف الجر اللي هو ايه؟ كلمة ايه؟ بطولة. عندي في السطر الثاني برضو حرف الجر في، وبعديه المجرور بتاعه بطولات. بعد كده بيقول لي هات ما يلي. مرادف ناضلت، معنى ناضلت ايه؟ معنى ناضلت يا اما كافحت يا اما اجتهدت. طيب ومضاد الإرادة، مضاد الإرادة الضعف. مفرد الألعاب، ها مفرد الألعاب كان ايه؟ اللعبة. برافو عليكم. اخر حاجة معايا بيقولي جمع بطولة. جمع بطولة ايه؟ جمع بطولة بطولات. السؤال اللي بعده اجب. اول سؤال في اجب بيقولي متى التحقت آية بالمنتخب المصري؟ انا قلتلك في الفقرة التحقت بالمنتخب المصري امتى؟ قال لي التحقت بالمنتخب المصري عام 2014
ميلاديا. السؤال التاني بيقول لي ما جنسية آية؟ يا ترى آية كانت جنسيتها ايه؟ آية طبعا كانت مصرية. تعالوا مع بعض نشوف أسئلة القرائية. بيقول لي أكمل خريطة الكلمة. الكلمة اللي موجودة معايا في الخريطة هي كلمة تحصل، وطبعا في الخريطة بيطلب مني أربع حاجات: النوع، المرادف، المضاد، والجملة. يا ترى نوع كلمة تحصل نوعها ايه؟ اسم ولا فعل؟ طبعا كلمة تحصل نوعها فعل. طيب قلنا في الدرس معنى تحصل ايه؟ مرادفها ايه؟ يبقى مرادف تحصل تنال. طب ومضادها؟ مضادها تفقد. انا حصلت على حاجة عكسها ان انا فقدتها. تعالوا نحطها في جملة. الجملة بتقول لي استطاعت آية ان تحصل على وسام الجمهورية. ممكن طبعا احط كلمة تحصل في اي جملة من عندي، بس لازم تكون جملة مفيدة. يلا بينا مع بعض نشوف قطعة القراءة المتحررة. بيقول لي اقرأ ثم اجب. تلعب النظافة دورا فعالا في حياة كل انسان، حيث تحافظ على صحته وتجعل شكله جميلا. فالإنسان الذي يحافظ على نظافته الشخصية ونظافة المكان حوله يكون مقبولا ومحبوبا لدى الجميع. بيقول استخرج لام شمسية. عندي لام شمسية في أول الفقرة خالص اللي هي كلمة النظافة. هستخرج كمان حرف جر برضو في أول سطر، موجود كلمة إيه أو حرف الجر إيه؟ في. هستخرج فعلا مضارعا. تعالوا مع بعض كده نستخرج فعل مضارع. في أول الفقرة خالص موجود إيه؟ تلعب. طب عندي أفعال مضارعة تانية؟ عندي في نفس السطر تحافظ، السطر اللي بعده كلمة تجعل فعل مضارع، وعندي كلمة يحافظ برضو فعل مضارع. هستخرج تنوين ونوعه. طيب استخرج كلمة بها تنوين، عندي كلمة مقبولا. طب نوع التنوين هنا ايه؟ تنوين بالفتح. تعالوا نستخرج كلمات تانية فيها تنوين. عندي في اول سطر كلمة دورا وكلمة فعالا، وفي اخر سطر خالص كلمة محبوبا. كل دول تنوين، نوعه تنوين بالايه؟ بالفتح. عايز يستخرج اسما مفردا. استخرج اسم مفرد. بصوا كده معايا في السطر التاني عندي كلمة شكل. طيب وعايز يستخرج كمان مد ونوعه. تعالوا كده نستخرج كلمة بها مد ونشوف المد ده نوعه ايه. عندي في اول سطر كلمة انسان. انسان ده مد، نوعه ايه؟ مد بالايه؟ ده مد بالالف. السؤال اللي بعده بيقول لي هات جمع دورا. جمع دورا ايه؟ ادوارا. طيب مضاد مقبولا، حاجة مقبولة، حاجة انا قابلها، يبقى عكسها حاجة ايه؟ رفضتها، يبقى مضاد مقبولا مرفوضا. اخر سؤال معايا في القراءة المتحررة بيقول لي ما الدور الذي تلعبه النظافة في حياة الانسان؟ ايه هو الدور اللي النظافة بتلعبه في حياة الانسان؟ هي مهمتها ايه في حياة الانسان؟ قال لي بتحافظ على صحته وتجعل شكله جميلا. يبقى اللي بيحافظ على النظافة بيحافظ على صحته ويجعل شكله ايه؟ جميلا. تعالوا مع بعض نشوف الاساليب. بيقول لي اكمل بما هو مطلوب. اول جملة ما اجمل الحديقة، اسلوب نقط. وبيقول لي حدد نوع او نوع الاسلوب. يا ترى ما اجمل الحديقة ده اسلوب ايه؟ هنا بيتعجب من جمال الحديقة، يبقى ده اسلوب ايه؟ ده اسلوب تعجب. تاني جملة لا ترسم على الحائط. انا بنبه واحد وبقول له لا ترسم على الحائط، وعايزني احدد نوع الاسلوب. لا ترسم على الحائط ده اسلوب ايه؟ انا بنهي حد بقول له اوعى تعمل كده. يبقى ده اسلوب ايه؟ ده اسلوب نهي. رقم ثلاثة نقط الواجب. عايز مني ايه يعني؟ بيقول لي ضع فعل امر. انا قدامي حد وبأمره بقول له نقط الواجب، هقول له ايه؟ هقول له مثلا اكتب الواجب. برافو عليكم.
رقم 4، نقط إلى البحر صيفا، وعايزني أحط فعل مضارع. ضع فعل مضارع. بنعمل إيه إلى البحر صيفا؟ بنذهب إلى البحر صيفا. رقم 5، نقط كرة القدم أمس. أمس ده يعني خلاص فعل خلصته، يعني فعل ماضي، تمام؟ وبيقولي ضع فعل ماضي. هنحط كلمة إيه؟ هقول لعبته كرة القدم أمس. رقم 6، عندي 3 أفعال وبيقولي حدد نوع الفعل. كل فعل هشوفه وحدد نوعه. أول حاجة بيقولي نم، ده فعل إيه؟ ماض ولا مضارع ولا أمر؟ ده فعل أمر. طيب شرب، هو شرب خلاص، شرب خلص، يبقى شرب ده فعل إيه؟ ده فعل ماض. طيب يذاكر، هو لسه بيذاكر ومستمر في المذاكرة، يبقى ده فعل إيه؟ ده فعل مضارع. آخر سؤال معايا هو التعبير. سؤال التعبير بيقول لي اكتب لافتة للحث على عدم قطف الأزهار. الحث يعني التشجيع، أنا عايزة أشجع الناس على عدم قطف الأزهار، إن هما ما يقطفوش الأزهار. طيب أنا ممكن أكتب إيه في اللافتة؟ طبعا اللافتة لازم تكون في مستطيل كده زي ما احنا شايفين، وبكتب جملة بشجع فيها الناس إن هما ما يقطفوش الأزهار. هقول لهم إيه يا جونيور 3؟ هنهيهم عن قطف الأزهار. أقول لهم إيه؟ هقول لهم لا تقطف الأزهار. وبكده يكون الفيديو بتاعي انتهى يا جونيور 3، واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.